مشاهدينا الكرام، حياكم الله في برنامج ملاعبنا. برنامج ملاعبنا يغطي كافة الأنشطة الرياضية في بلدنا الحبيب الكويت. دائما ما يكون هذا البرنامج مطلع على يعني أبرز ما يقدم أيضا في الساحة، حديث الدواوين، حديث التواصل الاجتماعي، وإذن الله سوف يكون لنا أيضا تغطيات مميزة لأنشطة أبطالنا المحليين والذين يعني بإذن الله تعالى وفقهم الله ليرفعوا راية بلدهم إن شاء الله في قادم الأيام في راية المنتخب. الحقيقة الحديث يمكن عن المنتخب أو المنتخبات الكويتية بشكل عام يعني قد يكون مؤلم بعض الشيء، لكن بالنهاية نتمنى أن تنزاح هذه الغمة، خاصة أن هناك أبطال مميزين في كل اللعبات داخل بلدنا الحبيب الكويت. عندنا عدة مواضيع اليوم نتمنى بإذن الله تعالى في النهاية أن تحوز على رضاكم. نبدأ أولى فقراتنا في هذه الحلقة واستمرار التألق الكويتي في منافسات بطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الرماية السادسة والبطولة العربية 13 على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي. ضمن منافسات بطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للرماية السادسة والبطولة العربية 13 على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، وفي مواجهات اليوم الثاني والتي شهدت منافسات عالية من قبل الرماة وتقارب بالمستوى، حيث أقيمت نهائيات بندقية ضغط هواء 10 متر سيدات فردي، حصلت على المركز الأول الرامية شيماء عبد اللطيف حشاد من جمهورية مصر العربية، وفي المركز الثاني الرامية نوف الدوسري من مملكة البحرين، والمركز الثالث من نصيب الرامية الكويتية ماريا مرزوقي، وفي نهاية تراب فردي رجال حصل على المركز الأول الرامي المغربي إدريس الحفاوي، وفي المركز الثاني أتى الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان، والمركز الثالث من نصيب الرامي طلال الطرقي. وفي مواجهات رماية تراب رجال فرق حصلت الكويت على المركز الأول ويمثلها الرامي عبد الرحمن الفيحان والرامي طلال الطرقي والرامي خالد المضف، وفي المركز الثاني أتت جمهورية لبنان ويمثلها الرامي آلم موسى والرامي هشام جبار والرامي جاد حمادة، والمركز الثالث من نصيب دولة الإمارات ويمثلها الرامي حمد الكندي والرامي وليد العرياني والرامي أحمد الحمادي. من ضمن الألعاب اللي الكويت متميزة فيها بأبنائها المميزين وأبطالها اللي شاهدناهم الحقيقة في كل الميادين سواء الأولمبية والعالمية هي بطولة الرماية، واللي تنجب لنا كل يوم عن يوم بطل يميز هذه اللعبة، وبالتالي نتمنى بإذن الله تعالى أن يكون لنا أيضا موضع كبير للكويت في الأولمبيات القادمة. اليوم معي أحد الأبطال بطل الرماية لخمسين متر وعشرة متر رماية البندقية كابتن عبد الله الحربي، حياك الله ويانا في برنامج ملاعبنا. الله يحييك ومشكورين على الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله نكون في القادم نجيب ميداليات أكثر وأكثر إن شاء الله. الحقيقة أنتم مميزين يعني، وأعتقد العالم كله شهد على تميز الكويت في الرماية، لكن في البداية مبارك لك طبعا حصولك على المركز الثاني والميدالية الفضية في هذه البطولة والتي تقام تحت اسم كبير وراية كبيرة ورمز البلد الحقيقة الشيخ صباح الأحمد أميرنا الغالي. الله يبارك فيكم. أكيد بطولة سيدي صاحب السمو أمير البلاد شرف عظيم أن الواحد يأخذ فيها مركز. البطولة هذه بطولة عربية، لكن تشرفت أنها حملت اسم صاحب السمو أمير البلاد بالبطولة هذه. هذا اللي دفع الرماة أنهم يعني يقاتلون علشان يدخلون المنتخب وينافسون في البطولة ويحصلون على الميداليات فيها. عبد الله، شلون شفت المنافسة وأجواء هذه البطولة؟
البطولة قوية طبعا، بطولة العرب يعني معروفة، المنافسة فيها شديد يعني، خاصة بين الدول الخليجية اللي هي أكثر تطورا باللعبة هذه. المنافسة كانت يعني أكثر بيننا وبين المنتخب السعودي والمنتخب البحريني، يعني هم اللي أكثر ناس ينافسون على البطولات هذه. فالحمد لله يعني قدرنا، المنتخب الكويتي ثبت مكانه في البطولة هذه وحصلنا على ميدالية فيها، وإن شاء الله في البطولة الأيام القادمة راح ناخذ مراكز بإذن الله. بس عدد المشاركين وكم دولة فيها؟ المشاركين يعني كثير، يعني أكثر من 100 لاعب، وتقريبا الدول العربية كلها مشاركة بإضافة إلى بعض الدول العالمية مشاركين، لأنها بطولة مفتوحة صارت الكل يقدر يشارك فيها. طيب أهمية هذه البطولة لكم أنتم كرماد كويتيين؟ البطولة أخذت أهميتها لأنها حملت اسم سيد صاحب السمو أمير البلاد، يعني هذا شرف عظيم لكل لاعب. حنا منتجهز لها من مدة طويلة، يعني تقريبا فوق 3-4 شهور، يعني تدريبات مكثفة وتفرغ خذينا حق التمرين. البطولة مهمة جدا يعني، خاصة للاعب على المستوى الشخصي، يعني هذا تكون إنجاز في رصيده يعني، وكل لاعب يطمح انه ياخذ ميدالية فيها. هل اللي قاعد نشوفه وما يعكسه الحقيقة النادي الكويتي الرماية وإنجاب أبطال جدد اليوم فعلا نستبشر خير حتى الأولمبيات القادمة إن شاء الله في حال رفع الإيقاف؟ والله إن شاء الله يرفع الإيقاف على الكويت، لكن الرماة الكويتيين قد المسؤولية، يعني أكثر من مرة خذينا ميداليات أولمبية، يعني مو جديدة علينا الميدالية هذه، وإن شاء الله استعداداتنا طيبة، مستوانا عالي، ننافس على كل البطولات، يعني ما عندنا مشكلة بأي بطولة، وإن شاء الله نكون لنا بصمة. طيب أنا بدخل في الحديث معك شخصيا، يعني أنت بدايتك أعتقد 2007. نعم 2007. شو اللي ودهك حق هذه الهواية بالذات عبد الله، وليش اخترتها؟ والله الهواية هذه أنا أحبها من زمان، يعني من وأنا صغير يعني كنت أحب الرماية، كبرت معي الهواية هذه، دخلت نادي الرماية، حبيت المجال هذا، يعني حببوني فيه صراحة، دخلت فيها. من اللي كان يعني يدفعك إلى هذه الهواية وبالعكس حسيت أنه يعطيك دعم فيها في البداية؟ والله أكيد الأهل في البداية، يعني الوالد عندي دعمني فيها، يعني هو اللي وجهني للعبة هذه. اللعبة هذه يعني مثلا داش القلب يعني، عرفت، وحبيتها وصارت هي هوايتي، وبعدين صرت. طيب ليش تحصص بالخمسين متر والعشرة متر؟ ما كان لي ميول بالشوز أنا أبد، كنت أحب رماية الخمسين، رماية الدقة يعني، مو رماية الصيد التشبيهي نفس ما قلت. الشوزن هي رماية الدقة، يعني الرامي فيها يحتاج أن يكون دقيق جدا باللعبة هذه، فالدقة في الموضوع هي اللي عجبتني فيها. طيب شنو طموحك عبد الله، وين حاب توصل؟ والله طموحي إن شاء الله ميدالية أولمبية، أن الله قسم لي، يعني أشتغل على نفسي لين إن شاء الله أني أحصل على ميدالية أولمبية واستمر عليها بعد إن شاء الله. طيب ما شاء الله مجمع ميادين مميز، يحمل اسم كبير، أبطال مميزين، وين تشوف الرماية رايحة في السنوات القادمة؟ الرماية الكويتية رماية قوية جدا، يعني ما خلت ميدالية ما أخذتها على آسيا، على العالم، أولمبيات، يعني ما حتى في بطولات العالم حضورنا مميز، حضورنا قوي، منافس حنا، يعني البطولة اللي يدخل فيها منتخب الكويت يعني كل الأفرقة تحسب حساب الفريق هذا، يعني دليل الميداليات اللي حصلوا عليها اللاعبين، يعني مو مشاركة عادية تعتبر. طيب انعكاس هذا عبد الله، يمكن تحت الهواء كنا قاعدين نسولف إنه بدأت بلدان الخليج أيضا تنحى منحى الكويت، هناك بدوا نجوم وأبطال جدد سواء من السعودية، من البحرين كما تفضلت، وقطر طبعا، يدخلون في عالم الرماية بشكل مميز. طبعا دول الخليج كلها تحذو حذو الكويت، يعني دليل أن ما في مدرب يوصل الخليج إلا أول من يطب يطب الكويت، لازم يطب الكويت، يقعد له كم سنة يشوفون إنجازاته بالكويت. لما تعجبهم إنجازاته بالكويت يأخذونه عندهم، يعني هذا على كل مجالات الرماية، أول مدرب أول ما يطب الشرق الأوسط على طول بالكويت، إذا نجح بالكويت راح للدول الثانية. هذا دليل قوة اللعبة بالكويت يعني. طيب على الصعيد الشخصي، يعني ما هي أهم إنجازاتك يا عبد الله؟
أهم إنجازات. البطولة اللي تفتخر فيها. أهم إنجازاتي البطولة العربية 9 أخذت فيها المركز الأول، والبطولة العربية 11 بعد المركز الأول. وأول بطولة لي كانت البطولة العربية للناشئين تحت 21 سنة. كانت هذه أول مشاركة لي وأول بطولة لي يعني، كانت بالدوحة، والحمد لله أخذت فيها المركز الأول وسجلت فيها رقم جديد على الناشئين. طيب مثل هذه يعني الهواية أكيد تأخذك إلى يعني مسألة القناص والترمي برا مع الربع، هل تجد أنها هي فعلا تتملكك أنت شخصيا بالإضافة إلى توقع تكاليفها العالية؟ والله هي صارت جزء من حياتي يعني، برا بالنادي وبالمقناص برا يعني شيء ما أقدر أتخلص منه خلاص يعني، خلاص تمكن مني. الرماية يعني صارت حب بالنسبة لي يعني، ما أقدر أخليها. طيب شنو أصعب يعني رماية بالنسبة لك، سواء رمي من الثبات أو من الحركة؟ لا بالحركة أكيد. بالحركة أكيد. أكيد يعني الثبات يعني. هل يحتاج مثلاً فترة طويلة للتمرين بالنسبة للمعسكرات؟ شلون كانت يعني كنت تركز فيها؟ والله كنت أسوي جدول يعني، كان ما بين جدول رياضي اللي هي صالة الجيم لازم أخصص لها وقت كل يوم، التنظيم الغذائي. إذن رفع المعدل اللياقي هذا شيء يعني مو بس خاص في اللاعبين اللي هم اللي يلعبون العاب يعني فيها جري او قوه او انطلاق، لا حتى في مساله الرمايه اكيد لما تمارس الرياضه هي بالنهايه موهبه خاصه يعني، هي بالاول موهبه خاصه بس لازم توظفها انت يعني، لازم تطورها. يعني الرياضه يعني تساهم بتنظيم دقات القلب يعني عندك، وتضخم الدرياليين باللعبه يعني، والغذاء التركيز يعني لازم يكون عندك مسببات الفوز يعني، عرفت يعني ما الموهبه بروحها ما تسوي شيء. في نظام غذائي خاص قبل كل بطوله بالذات؟ اي اكيد الاكل يكون خفيف، توخر على العيوش واكيد هذا رسمي، دهون ما دهون يعني اي شيء فيه سرعات حراريه عاليه اوخر عنه يعني خفايف عشان دقات القلب والاندرينالين ما يكون يعني عالي عندك، حيل يكون منتظم. نعم عبد الله انا سعيد جدا في تواجدك ويانا في برنامج ملاعبنا، اتمنى باذن الله تعالى ان تحقق ما تسبق اليه في قادم الايام. اذا عندك كلمه اخيره. والله اقول مشكورين، جزاكم الله خير يعني، ما تقصرون معنا، تغطون كل بطولاتنا وتغطون يعني كل بطوله نمر فيها، ونجاحنا ان شاء الله يعني من نجاح الكويت، ونتمنى نرفع علم الكويت بكل البطولات القادمة إن شاء الله. وأتمنى يعني إن شاء الله إيقاف على الكويت، لأن هذا ظلم لنا صراحة يعني، قتل الرياضة عندنا، وإن شاء الله أنه إن شاء الله ترجعون ورايتكم خفاقة كما نقول، مرفوعة باسم علم ديرتنا الحبيب. إحنا نقول لك عبد الله أنت مميز جدا، نتمنى لك بإذن الله تعالى حياة سعيدة وتحقق أحلامك إن شاء الله، واحنا هذا واجبنا سواء في غرات سبورت او في برنامج ملاعبنا. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. مشكورين. الله يسلمكم. ننتقل معاكم مشاهدينا الكرام الى يعني من الرماية الى ايضا نادي الصيد والفروسيه، حيث اقيم اليوم مهرجان كاس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله. مراسلنا فيصل رديني حضر المهرجان وفانا بهذا التقرير. برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور ممثل سموه الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، شهد مضمار سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية مهرجان كأس سمو ولي العهد الذي قيد فيه 53 جوادا من مختلف الدرجات. في الشوط الأول حصل على المركز الأول اسطبل العصيمي، يليه اسطبل النشامة في المركز الثاني. اسطبل النشامة أكد على تفوقه في الشوط الثاني بسيطرته على المراكز المتقدمة، وفي الشوط الثالث تمكن اسطبل جحيل من احتلال المركز الأول متفوقا على اسطبل النشامة. دخل المنافسة في الشوط الرابع واحتل الصدارة اسطبل العصيمي في المركز الأول، فيما جاء الاسطبل نايف الرشيدي ثانيا. وفي الشوط الخامس والأخير حسم اسطبل العصيمي المنافسات بحصوله على كأس سمو ولي العهد للمرة الثانية على التوالي عبر الجواد رداد. وفي الختام
عبر محافظ حولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن فخره واعتزازه الكبير بتمثيل سمو ولي العهد لحضور مهرجان سموه لسباقات الخيل المميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا اليوم متواجد نيابة عن مقام سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه لتقديم كأس وجوائز سموه لهذا الموسم. الحقيقة أقدر أقول ألف مبروك للفرق الفائزة وحظ أوفر اللي ما حلف الحظ، وأيضا الشكر الحقيقة موصول لإخواني أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية وعلى رأسهم الأخ الفاضل صالح يعقوب الحميضي وأيضا الشيخ عبد الله سلمان الصباح وأخوانه أعضاء مجلس الإدارة على حسن الضيافة والاستقبال والتنظيم الرائع اللي احنا شاهدناه لهذا اليوم. الحمد لله والشكر لله، حققنا كأس ولي العهد وهذا كله بفضل رب العالمين وفضل جهود الاسطبل وجهود المدرب والحمد لله رب العالمين. طبعا صارت عندنا تطورات بالنسبة للفوتو فينيش، بالنسبة للجنة التحكيم والحكام والمنظمين، وزادوا الداعمين في الأشواط ما شاء الله، زاد الحضور والجمهور والحمد لله في تطور كبير أفضل من الموسم الفات والقادم أجمل إن شاء الله. نادي الصيد والفروسية يحتضن 53 جوادا وفارسا في مهرجان كأس ولي العهد حفظ الله ورعاه، برنامج ملاعبنا فيصل الرديني. مشاهدينا الكرام، نتحول إلى موضوع ثاني في منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الصالات، تقيم اليوم لقاءين، تفاصيل أكثر مع الزميل أحمد العلوش. يقيم الاتحاد الكويتي لكرة القدم دورة المنسق الإعلامي في استاد جابر الدولي، وتأتي هذه الدورة ليتم السماح بعودة المنسق الإعلامي مرة أخرى لملاعبنا ابتداء من 1 فبراير المقبل بعد قرار لجنة المسابقات، فتستمر الدورة لثلاثة أيام بتنظيم من المركز الإعلامي بالاتحاد برئاسة سطام السلي الذي حاضر في المحاضرة الأولى. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شاكركم على استضافة وتغطية فعاليات طبعا دورة المنسق الإعلامي اللي تقام برعاية الاتحاد الكويتي لكرة القدم. هو بلا شك يمكن بعد قرار الإخوان في لجنة المسابقات بعودة المنسقين الإعلاميين إلى دكة البدلاء من تاريخ 1 فبراير، وصلنا كتاب بإقامة دورة حتى يكون هناك ضبط. في السابق كان لا يكون هنا، لم يوجد هناك ضبط لعملية منسقين، شفنا شوي بعض يعني أمور وجود ناس غير منسقين عاميين في دكة بدلة، اتفقنا أن تكون هناك ضبط عملية ومن خلالها سيتم بعودة منسقين، لكن يجب أن يكون هو مخول ويحمل شهادة دورة منسق إعلامي. ذاك قمنا اليوم ما شاء الله، اليوم شارك معنا في الدورة 42 من مختلف الجهات من الأندية أو من وسائل الإعلام أو سواء من اتحاد الكويتي لكرة القدم أو من الإخوان المهتمين. في البداية نشكر الإخوان في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، نشكر اللجنة الإعلامية على إقامة مثل هذه الدورة. يعني مثل ما أنت عارف هذه الدورة مفيدة جدا بالنسبة لنا، يعني تدري أنت في ناس ممكن جدد على المجال هذا يحتاجون مثل هذه الدورات، يعني في بعض الأمور ممكن تكون غايبة عنهم، في الدورة هذه تفتح لهم يعني آفاق بالنسبة لهم اكتساب معلومات. أنا الأمانة أتمنى مثل هذه إقامة الدورات في بصفة مستمرة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحب أشكر اتحاد الكويت لكرة القدم على إتاحة مثل هذه الدورات المفيدة لوسائل الإعلام ومفيدة أيضا للأندية والاتحادات كونها تختص في المنسق الإعلامي. طبعا مشاركتنا في هذه الدورة تأتي حرصا منك كوسائل إعلام على معرفة أدوار المنسقين الإعلام في الأندية وفي الاتحادات في البطولات وفي المباريات الرسمية المقامة حاليا. الدورة ستنتهي يوم الثلاثاء، وسجل فيها 42 شخص
ليحصلوا على شهادة تخولهم الدخول مرة أخرى للملعب، وذلك لتعريفهم أكثر بمهام ودور المنسق الإعلامي في الاتحاد أو النادي. لبرنامج ملاعبنا فهد الشمري. شكرا زميلنا فهد الشمري. طبعا كان هذا التقرير عن دورة المنسق الإعلامي، وأتوقع أعتقد كل فريق يجب أن يكون له منسق إعلامي مثبت من الاتحاد الكويتي لكرة القدم يمثل هذا الفريق أو ذاك، ويتعامل مع الإعلام وسائل إعلام مختلفة في إعطاء التصريحات اللازمة، وبالتالي يجب أن تضبط مثل هذه العملية. وأعتقد الكثير من الفرق الآن أصبح فيها هذا الدور المناط لأحد الشباب المميزين، ويمكن أغلبهم مميزين في هذا المجال، لكن يجب أن تكون المسألة منظمة بشكل مميز. أعزائي المشاهدين، مع اقتراب تلقي طلبات العضوية أو طلبات العضوية العاملة وتداد الاشتراكات السنوية للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف سيدة سعاد حاكم، مدير الأندية بالهيئة العامة للرياضة. حياك الله معدي ويانا. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله. في البداية طبعا نرحب فيك في برنامج ملاعبنا. نبي نعرف بس عن آلية تسجيل العضوية للأندية الكويتية الشاملة والمتخصصة. عادة في كل عام في نفس هذا الموسم في شهر فبراير ومارس تبدأ عملية تسجيل الاشتراكات العضوية بشكل عام للهيئات الرياضية الأندية المتخصصة والشاملة وفق النظم الأساسية، ويسبقها ما قبل هذه الفترة اللي هي في شهر يناير اللي هو الاستعداد والزيارات الميدانية لهذه الأندية بشكل عام. نعم. طيب شلون تقيمون تعاون الأندية المحلية يعني معاكم في الهيئة؟ أما من ناحية التسجيل العضوية والاشتراكات والأمور هذه بشكل عام متعاونين بشكل كبير جدا، سواء من توفير الصالات لفئة الرجال أو فئة النساء بموظفينهم والكادرهم الإداري. أما من ناحية الجوانب الأخرى أمانة ما هو متعلق في العهد وتسكير العهد، فشوية في موقف صارم مع بعض الهيئات الرياضية لعدم تعاونها وعدم تقيدها في التعاميم الصادرة من الهيئة العامة للرياضة، ومما يترتب عليه أمور سلبية جدا 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 تعيق مسيرة العمل بشكل عام. طيب أستاذتي الكريمة، يعني يا ريت تحدثينا حول آلية يعني التفرغات الرياضية للاعبين المحليين. نبي يعني بما أنك يعني ويانا ضيفة نبي نعرف مثل هذه الأمور. بالنسبة للتفرغات الرياضية تحكمها لائحة تنظيمية على أن الهيئة الرياضية عليها أن تقديم الطلب موفر في البيانات المطلوبة سواء كان من محضر الاجتماع سواء من الإقرار التعهد والأمور بفترة كافية لا يقل عن شهر. يعني هو احنا حاطين شهر، لكن في بعض الاستثناءات انه ممكن نخليها 3 أسابيع الى اسبوعين، ومرات على بعض الجهات الحكومية اللي طالع منها اللاعبين او الاداريين اللي طالبين التفرغ تحكمنا بيننا وبينهم بعض الامور. يعني مثلا على سبيل المثال وزارة الداخلية او الحرس الوطني لا تقبل في تفرغ موظفينها بفترة لا تقل عن مثلا 10 أيام إلى أسبوعين. فبعض الصعاب أو العقبات اللي احنا تواجهنا هذا الحد والأمور المفاجئة في تحديد مشاركات أو بطولات بعض الأحيان. يعني هناك تعاون ما بينكم بين بعض مؤسسات وهيئات الدولة على اعتبار أن هناك بعض يعني بعض خلينا نقول بيئات العمل تختلف من جهة إلى أخرى. طيب إذا سمحتي لي بهالسؤال، يعني تشعرين بالضغط كونك أول شخصية نسائية تغلدت هذا المنصب؟ لا بالعكس، إحنا العنصر النسائي شارك في جميع المجالات طالما وصلنا وشاركنا في تحرير الكويت، فهذا شيء بسيط جدا جدا بالنسبة لنا، خاصة أني أنا أسعى في هيكلي أو مسيرتي الوظيفية أني أخذ أول عنصر نسائي أتدرج فيه في الهيئة العامة للرياضة من بدايتها كرئيس قسم إلى وصلت مدير إدارة والأمور هذه كلها، بس كعنصر نسائي يمسك المجال الرياضي هذا فخر لي
وسعيدة جدا جدا، لأن أنا ما أحس أي صعوبة، خاصة أن الجميع متعاون معي، سواء من القيادة العليا، معالي الشيخ سلمان، الشيخ أحمد المنصور، دكتور حمود فليطح، وكل الهيئة العامة للرياضة متعاونة جدا جدا، متقبلين هذه النقلة النوعية في مجال الرياضة. طيب 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 أستاذة سعاد، يعني نحن نعلم تمام العلم مكانة المرأة الكويتية في جميع المجالات، لكن بالنسبة للرياضة هل هناك رسالة محددة تحبين تطرحينها أو يعني توصلينها لبقية النساء في العمل في هذا الحقل؟ كعنصر نسائي ما في شيء اسمه مستحيل، ما في شيء مستحيل. من يرغب أو يوصل لهدف معين ما عنده شيء اسمه مستحيل. ليس سر نجاح أن نحب ما أن نعمل ما نحب، بل نحب ما نعمل. فهذا هو مجتمعنا وهذه دولة الكويت، نسوي كل شيء لها، ومن باب المستحيل كل شيء يطلع سهل. إذن الأستاذة سعاد حاكم مدير الأندية بالهيئة العامة للرياضة، نتمنى لك كل خير وكل توفيق بإذن الله تعالى، وشاكرين لك على يعني تواصلك معنا في برنامج ملاعبنا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، طبعا كان هذه فقرة نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون يعني أيضا كضيفة معنا نستفيد منها الأستاذة سعاد، وأيضا من غيرها من بنات الكويت المخلصات الذين يعني اللاتي، خلنا نسميها اللاتي أساس ما ينسدون عنه باللغة العربية، اللاتي الحقيقة تميزنا في كل وشتى المجالات، ومنها المجال الرياضي كأبطال كبطلات كلاعبات مميزين، وأيضا كإداريات مميزات بإذن الله تعالى. وأعتقد أن الكويت سباقة في جميع المجالات، ومنها المجال النسوي سواء الإداري أو حتى بالنسبة للألعاب. فهنيئا الكويت في بناتها وأبنائها. أمور كثيرة يمكن لاحظنا في الأيام القليلة الماضية، أخبار سارة حول مشاركة منتخبنا الوطني للإسكواش في البطولة العربية المزمع إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة في 9 فبراير المقبل، لكن أيضا هناك أمور حدثت عطلت المشاركة المرتقبة. للوقوف أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف سيد عبد العزيز العوضي، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للإسكواش، المتواجد حاليا في القاهرة. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. حياك الله أخوي عبد العزيز. حييك، هلا بيك، حياك الله. يا ليت يعني تعرفنا تداعيات هذا الموضوع منذ بدايته حتى يومنا هذا. حقيقة يعني احنا في بداية الأمر جاتنا رسالة من الاتحاد العربي للسكواش، نعم، يهنينا على تكليفنا بإدارة شؤون الاتحاد، ودعوة لمشاركة في البطولة العربية الأولى للسنة 15 وسنة عام. نعم. فطبعا احنا دزينا لهم رسالة وشكرناهم على هذا التهنئة والدعوة، وقلنا لهم إن شاء الله راح نشارك بإذن الله بس تحت العلم الكويتي. نعم. فجتنا رسالة أخرى بالتأكيد نعم راح تشاركون وتحت العلم الكويتي. فقلنا يلا خير إن شاء الله. بعد مدة. هذا يا ليت بس بأي تاريخ أستاذ الكريم؟ هذا في خلال الأسبوعين اللي فاتوا. الأسبوعين الماضية. نعم. فاتت. أول رسالة جتنا في 29/12. نعم. بداية الشهر خلنا نقول. نعم. نعم نعم في بداية الشهر. بداية شهر يناير. نعم. على أساس أن البطولة راح تقام في فبراير، من في فبراير 9 إلى 14 فبراير. بعد ذلك شو اللي حصل أستاذ عبد العزيز؟ والله خلال الفترة هذه تفاجأنا بخطاب رسمي من الاتحاد العربي يعتذر فيه عن مشاركتنا، ويقول اعتبروا الكتب اللي دزنا لكم إياها كأن لم تكن. فإحنا هنا تفاجأنا بالموضوع، فرسلت له رسالة وفهمت يعني اسباب انك انت قلت لنا ما راح تشاركون، او انت تقول الكتب كان لم تكن، وفهمت يعني شنو الاسباب اللي ما هو موجود في النظام الاساسي للاتحاد العربي. هل قمتم بمعسكر قبل لا ندخل في الردود؟ لا، احنا حاليا في معسكر. حاليا كنتوا اصلا في معسكر؟ احنا حاليا لا، احنا حاليا في معسكر. الكلام هذا قبل قبل ما اقامه المعسكر. نعم. ف
بعت له رساله وفهمته انك انت ترى خالفت النظام الاساسي للاتحاد العربي، والاتحاد العربي في كذا وكذا وكذا وانت خالفت. فرد علي بيقول لي لا احنا متضامنين مع اللجنه الاولمبيه الدوليه والميثاق الاولمبي. انت ايش دخلك في الميثاق الاولمبي والقرارات الاولمبيه؟ انت اصلا مو معترف فيه حتى في الاتحاد العربي، الاتحاد الخليجي مو معترف فيه، ولا اللجنه الاولمبيه الدوليه معترف فيك، ولا الاتحاد الدولي معترف فيك السكواش طبعا. اين هذا الحديث قبل لا تتم الدعوه؟ نعم شلون؟ اي طبعا فهمته بعد الدعوه. نعم بعد الدعوه. فطبعا احنا ما رد علينا، رد علينا بكلام قال احنا معتمدين على المواثيق. يعني استاذ عبد العزيز بس احساس نوضح الصوره حق الاخوان المشاهدين، ان اول شيء ارسل لكم الاتحاد العربي سكواش رساله بتهنئتكم، ومن ثم دعوه منتخب الكويت للسكواش للمشاركه في هذه البطوله. نعم كما هو موضح ايضا على الشاشه. نعم. ومن ثم ايضا بعد فتره نفى هذه الدعوه. بالضبط. طيب ما هو كان الرد بالنسبه لهم لما انت سالتهم لماذا هذا التحول؟ شنو كان ردهم؟ لا ردهم يقول احنا ملتزمين بالقرارات الاولمبيه والميثاق الاولمبي والمواثيق. طبعا هذا كله احنا ما يعني ما يمشي عندنا الحكي هذا، يعني انت ما لك علاقه اصلا باللجنه الاولمبيه الدوليه. انك انت اصلا ما انت عضو في اللجنه الاولمبيه، اصلا لعبتنا ما هي اولمبيه. يعني حتى في كتاب الاتحاد الدولي اللي ارسل الى الكويت نعم بالايقاف، لو تلاحظ ان الكتاب اللي يعني حتى السي سي الكتب الموجهه لهم اللي هي اللجنه الاولمبيه الدوليه واللجنه الاولمبيه الكويتيه واللجنه الاولمبيه الاسيويه. طب ليش ما حطك انت الاتحاد العربي الاسيوي؟ اصلا مو معترف فيك يعني. هذا طبعا ما حد يدري عن الموضوع هذا، فانا حبيت ابين لكم هالشغله. طيب هل في اجراءات معينه تحفظ حق يعني منتخبنا اللي تكلف العناء الحقيقه والذهاب لهذا المعسكر وايضا الاستعداد لمثل هذه البطولات؟ نعم نعم نعم. احنا يوم علم لا في لما وصلنا القاهره تفاجئنا في موضوع ثاني. نعم تفاجئنا بان الاتحاد العربي خاطب الاتحاد المصري، هو نفس الرئيس. نعم. خاطب الاتحاد المصري ارسل تعاميم لجميع الانديه المصريه بعدم التعامل مع الوفد الكويتي المنتخب الكويتي لاقامه معسكره. حتى لاقامه المعسكر طبعا وليس فقط المشاركه يعني. وطبعا غيرها والمباريات، يعني المباريات الوديه اللي يسوونها اللاعبين وبين لاعبينهم حتى في المباريات الوديه. نعم يعني احنا قبل قليل استاذ عبد العزيز عرضنا يعني التهنئه وعرضنا الدعوه، والان قبل يمكن ثواني عرضنا ايضا التحول اللي جاء في الكتاب. لكن ارجع الى موضوع اخر استاذي الكريم، هل هناك وقفه للحد مثل هذه الامور وبالتالي اخذ حق منتخبنا المشارك؟ طبعا انا اول ما عرفت بالخبر او ارسلوا لي نسخه من الخبر على طول توجهت الى السفاره الكويتيه وتقابلت مع سعادة السفير محمد زويخ وتقبل الوضع وتفهم الوضع بالضبط شو اللي حاصل، وكان متواجد معنا القنصل محمد العريفان. أمانة فوجهنا السفير فقال الآن عندنا احنا شقين، الشق الأولاني كسفارة احنا نتخذ إجراءاته، راح نحدد لك موعد مع وزير الشباب الرياضة والشباب المصري. وأيضا وجهنا إلى الأخ السفير أحمد البكر اللي هو السفير الدائم لجامعة الدول العربية. نعم. فطبعا نقلت رحت حق خلصت. هل حاولتم يعني من خلال يعني مسعاكم وعلاقاتكم أن تتبينوا لماذا هذا التحول المتناقض؟ هل سألتهم هذا السؤال؟ طبعا كل المعلومات عندي وكل اللي حصل من منو الأشخاص اللي تدخلوا ومن الأشخاص اللي تسببوا في هالموضوع معروفين، واعطوني اسمائهم وقالوا لي فلان ورا العمليات، فانا ساكت على الموضوع. اذا هناك عمل دبر بليل كما نقول. طبعا اصابع خفيه اشتغلت علينا، لكن الحمد لله القائم سعاده السفير احمد البكر ما قصر، خاطب جامعه الدول العربيه في الموضوع هذا. نعم. ومنتظرين الرد، واحنا بجانبنا ايضا
متبعين خطوات قانونية ضد الاتحاد العربي والاتحاد المصري. إجراءاتنا القانونية والقضية راح ترفع خلال هاليومين. فبالنسبة الآن ننتظر بس موعد مع وزير الشباب والرياضة المصري علشان نبحث الموضوع وياه على أي أساس الاتحاد العربي اتخذ هذا القرار. أليس يعني نائب رئيس الاتحاد العربي الاسكواش نائب الرئيس كويتي؟ نعم نعم نائب الرئيس الثاني الكويتي. نعم والله نعم. يعني لا أعرف ماذا أقول الحقيقة، يعني شيء ولا أنا. يعني ولا شيء أنا. شيء صعب الحقيقة. والمشكلة أنا. تدري شنو أبو سعود المشكلة؟ إن عيالنا يصلون إلى هذه الدرجة أن يروا الظلم يقع عليهم من أقرب الناس لهم. تفضل كمل. بالضبط. يعني الآن يعني وضع الشباب، إحنا عموما معسكر قائم والحمد لله بتعاون بعض الأندية والأخوة المصريين واللاعبين المصريين متجاوبين معنا وفتحوا لنا أنديتهم وفتحوا لنا ملاعبهم والمباريات شغالة بين الأبناء والمصريين والحمد لله الأمور ماشية تمام ويعني المعسكر ناجح 1000%. هل هناك كلمة أخيرة أستاذ عبد العزيز؟ كلمة أخيرة والله ودي أوجه رسالة حق إخوان أعضاء مجلس الأمة عشان بس نفهم من هل الحكومة الكويتية ما قامت بواجبها تجاه هذا الإيقاف؟ والدليل على هذا أنه معالي سعادة السفير محمد الويخ وسعادة السفير أحمد البكر من الحكومة فهم قاعدين يسعون لحل هذه الجزئية اللي حصلت من ناس غير مسؤولين عن الحق والقانون وعطفا على شباب الرياضي المتواجد في مصر. شاكرين لك الأستاذ عبد العزيز العوضي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للإسكواش. وما نبي عور قلب زايد خلاص يعني الواحد يعني اي والله وده الواحد يعني بالنهايه اذا كان هذا شعورنا احنا يعني كمتابعين وكجماهير فما هو شعور اللاعب نفسه يعني للاسف امانه والله العظيم انا متواجد مع الشباب على مدار الساعه يعني واروح وياهم الملعب واواسيهم وانسهم واقول لهم ماكو شيء ويلا وتسدوا حيلكم وان شاء الله راح نشارك في البطوله العربيه غصبا على اللي عنفهم ان شاء الله راح نشارك وتحت علم الكويت. شكرا جزيلا لكم وشاكر لكم الحقيقه هذا الدور. شكرا على تواصلك ويانا استاذ عبد العزيز. نتحول الى موضوع ثاني وخيبه امل عشاق ومحبي القلعه الصفراء القادسيه في مختلف الالعاب الرياضيه للاسف في تراجع في نتائج الفرق بشكل عام. راح نتوقف عند هذا الموضوع لكن بعد هذا التقرير. تمر القلعة الصفراء منذ فترة ليست بالقصيرة بمرحلة من المعاناة والأنين لا تسر العدو ولا الحبيب نظراً لنتائج فرق النادي المتذبذبة والتراجع الذي أصابها عن نظيراتها في المواسم الأخيرة الماضية ومنها فقدان كأس التفوق العام وابتعاد فريق اليد عن المشاركة في الاستحقاقات المحلية وتراجع مستوى ونتائج لعبتي الطائرة والسلة بالإضافة للألعاب الفردية الأخرى ناهيك عن فرق المراحل السنية التي طالما امتاز بها نادي القادسية حالة الانحدار الحاد بالنتائج طالت الفريق الأول لكرة القدم لا سيما تراجع الأداء المعهود وخسارة كأس ولي العهد في النهائي أمام العميد والهزيمة أمام النصر ضمن بطولة دوري فيفا والتعادل سلبا أمام التضامن في كأس الأمير والفوز مؤخرا بإشق الأنفس على الاصطبيخات بهدف ضمن إطار ذات المسابقة ولعل تردي هيئة فرق الألعاب الجماعية والفردية وأوضاعها غير المرضية وضعت رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي في موقف لا يحسد عليه وهي تناظر تقهقر القادسية على جميع المستويات وسط ارتفاع حالة الاستياء وخيبة أمل جماهير وعشاق القلعة الصفراء التي لطالما اعتادت على رؤية فرقها تعتلي منصات التتويج كل عام وعلى النقيض تتابع انخفاض حظوظ النادي في المنافسة على كأس التفوق الذي حققه الأصفر على مر التاريخ 37 مرة منها 36 موسما على التوالي وهو رقم قياسي يصعب تحقيقه.
تعودنا يمكن في برامج قناة سبورت رياضية وقناة يعني يتابعها الحقيقة الكويتيين على كافة فئاتهم وخاصة في برامجنا أن يكون أي إيجابي نبرزه، حتى أيضا الأمور السلبية في أي نادي. واليوم راح نتكلم عن قلعة كبيرة ورافد كبير لجميع الحقيقة منتخباتنا في جميع فئاتها السنية، وهي القلعة الصفراء. وفرحان أحييك ماجد المهندي، رئيس تحرير جريدة الرياضية الإلكترونية، حياك الله ويانا في برنامج ملاعبنا. شو اللي قاعد يصير بالقادسية؟ حياك الله أبو جاسم، حياك وحيي السادة المشاهدين. والله القادسية يعني أنا أستغرب من العالم اللي مستغربة اللي صار بالقادسية الحين. القادسية يمكن من سنتين بدت، ولا المشكلة بدت تقريبا من 2012، من 4 سنوات بدت للعلن الانهيار التدريجي في كل الألعاب. يمكن بس فريق القدم اللي لاحظ السنة هذه هو اللي كان الساتر على الكوارث اللي بالألعاب الأخرى. فضعف فريق القدم هذا تكشف عيوب الألعاب المتهالكة اللي بدأت من فقدان كأس التفوق 2012، بدأت المشكلة بدأ من معالجتها واستعادة كأس التفوق اللي سيطر عليه القادسية يمكن 61 طويلة. نعم سنوات طويلة هو الزعيم الأوحد، يعني لدرجة أنك تسمي أي واحد أذكر بالتسعينات أو بالألفية من زمان رأس نادي القادسية تقول هذا وزير إدارة وزارة لأنه مشارك، لا مو مبالغ ولكن جد، لأن القادسية كان مشارك في جميع اللعبات وجميع المراحل السنية. أنت تدير يعني دولة داخل دولة، قادسية دولة، أصبح الوزارة اللي يعني رئيسها يكاد يكون غير متفرغ. فبالك أن تترك القادسية أقبل الإنجازات هذه، فقدان كأس التفوق والتفرغ المشاكل الأخرى، الأعضاء تفرغ في مشاكل في غيابات. فأستغرب من اللي مستغرب الحين، الغرابة من اللي مستغرب الحين وبعيد عن النادي ما يدري عن الكوارث اللي بالنادي بسبب بس يعني الحالة اللي صارت على فريق القدم هي اللي كشفت، خلت العالم تستوعب. يعني من سنتين الإعلاميين والناس ملاحظة الشيء هذا. طيب بدأ منك يعني رئيس تحرير جريدة الرياضية الإلكترونية الخليجية، موقف أو أيضا ملاحظات ومتابعة الإخوان الخليجيين لكيان كبير مثل القادسية وهذا التراجع الكبير، هل هناك ردة فعل بالنسبة لهم ومتابعتهم لهذا الشأن؟ بطبيعة قبل أن تخاف الشأن المحلي، كل قادسية نادي كبير، القادسية يمكن بس تقول لهم نادي جاسم وفيصل، الدول الخليج تعلم من القادسية وتعلم أن أحد ركائز الكرة الكويتية لم يكن الركيزة الرئيسية والعام المهم النادي الأهم في الرياضة الكويتية، كيان كبير طبيعي متابع وجميع أخباره من أندية أخرى، خصوصا الموسم هذا تم التركيز على نادي القادسية بعد التألق يمكن فهد الأنصاري وبالساوي بدل مطوع مع أندية جماهيرية خليجية هي اللي جلبت الأنظار نادي القادسية وأصبح متابع في كل صغيرة وكبيرة. نعم أبو فرحان، يعني ندخل أيضا يعني وكأنك تصف أن الانحدار بدأ من 2012 بالضبط بعد مشكلة الإقامة مجلس الإدارة مع السيد فواز الحسابي. مع السيد فواز الحسابي بعد مغادرته كان السنة هذه وسواز موجود حتى تكون منصفين. السنة اللي فيها فواز خسر القادسية كأس التفوق، فأنت أول سنة طبيعي لما تخسر بنقطتين فرق كانت ملاكمة لعبة أو لعبتين فرق، يعني فرق بسيط بالنقاط، طبيعي أن الموسم القادم من المفترض أنك تعدل لاستعادة كأس التفوق اللي من عرفنا الرياضة الكويتية هو في حضن نادي القادسية. للأسف بدأ الانحدار تدريجي، انهيار تام في جميع الألعاب. يعني بقولك الألعاب الأخرى، يعني اليد القادسية رافد من ركائز الكرة الكويتية بالكرة اليد وساهم وأخرج نجوم، العام انسحب من بطولة اليد، أنهى فريق كامل، اللاعبين كلهم بيعوا بسبب. السبب مضحك يرجع إلى تخبط مجلس الإدارة، لما تقول لي أنا الاتحاد هذا معين ومحلول ومو معترف فيه دولياً وأخاف على لاعبيني وتسحب لاعبين وتشطب لعبة اليد وما تشارك بالدوري وتم بيع جميع اللاعبين الأندية كرة اليد اللي هو بطل السنة هذه الحين قدم، ليش ما شاركت؟ يعني في مفارقة عجيبة الحين الاتحاد هذا معين، هناك تناقض، هناك تناقض عجيب لعدم للضحك او استغفال الجماهير الرياضيه واستغفال وانشغال بالعربي مجلس اداره الى في قضيه. هناك راي اخر اخوي ماجد يقول ان هناك ما في دعم حتى من ناحيه الهيئه. انت تتحدث عن نادي الراي القادسية. انا اخذ الراي هذا غير صحيح. نعم. الكلام، لان القادسيه كان حال الانديه ان لم يكن افضل من ناحيه الدعم، بالعكس القانون واضح، المسطره واحد، عندك قضاء مستحيل، يعني عندك امور معينه وفي احكام وحكمت لصالح نادي القادسيه وغيره، لصالح القادسيه يعني. وغير نادي القادسيه حال الانديه، ولكن هذه عذر لتضليل الشارع وتضليل الجمهور الرياضي لعدم رؤيه الاخفاقات. تدري انا بتكلم عن مجلس اداره، كم عضو توقع اللي بالنادي متواجد؟ احنا اعلام نعرف يمكن 3 اشخاص من 11 متواجدين، 3 من 11 في كيان نفس القادسيه، هذا شيء لا يسكت عنه ومرفوض. اتمنى من الهيئه مراجعه على الاقل اخر اجتماع
محضر مجلس الإدارة اجتماع في مدة قانونية إذا ما اجتمعوا المجلس خلال 3 شهور يعتبر ملغي. فأتمنى التركيز على الأمور هذه. نائب الرئيس من سنتين ما طيش النادي، أمين الصندوق يروح للبريد بالبيت أو بالشاليه، المتواجدين 3 أشخاص فقط، ناصر الشرهان استقال. أنا أتذكر مسلسل قادسية اللي قبل لا يبدأ الموسم قبل 5 سنوات الكل يتسابق المعرض الكتاب يشتري شيء اسمه قادسية، كان التسويق على أعلى مستوى، كان النادي يدار على أعلى مستوى. ولكن قلت لك مع الإيقاف والأزمة الرياضية أصبح النادي مدينة أشباح لتفرغ الجميع للقضية الإيقاف، للأسف. نتمنى أنها تكون يعني إن شاء الله في بوادر خير لإصلاح هذه الأزمة وعودة نادي القادسية لاهتمام نادي القادسية. نعم، إذا تسمحت لي بس أخذ الدكتور حسين القبندي مدير لعبة الطائرة في نادي القادسية، حياك الله دكتور ويانا. الله يحييك سلمك وعافيك. باختصار ماذا يحدث ولماذا هذا التراجع خاصة في لعبة الطائرة في نادي القادسية؟ والله بالنسبة لنا السنة الموسم هذا كان شوي عندنا شوية إصابات من اللاعبين، عندنا ناصر صمد وعندنا سعد شوي كان عنده مشكلة مع النادي، وعندنا عامر سليم راح لنادي الكويت، وكان عندنا بدر جوهر لاعبنا كان في الجيش في دورة. نعم. وتو خالص صار تقريبا 3-4 أيام، وفي بعد كم لاعب عندهم ظروف العمل، يعني هذا اللي شوية صار تراجع بسرعة هالموسم هذا. إذن دكتور حسين، هل توعز أن هناك أسباب معينة تؤثر؟ خلينا نتكلم في مجالكم وفي مجال لعبة كرة الطائرة. السابق القادسية كان أحد عناوين رئيسية الحقيقة في هذه اللعبة المميزة ورافد كبير بالنسبة للاعبي المنتخب والنجوم. اليوم اللاعبين يتسربون، لماذا هذا التسريب في رأيك إلى أندية أخرى؟ والله بس عندنا تقريبا عامر سليم اللي راح الكويت طبعا. طيب هل من الممكن او من المعقول ان يتسرب لاعب مثل عامر السليم هذا الكابتن والنجم الكبير الى نادي بالنهايه هو منافس لنادي القادسيه؟ طبعا احنا هو صار يعني شويه تفاهم مع الاداره، واللاعب عامر سليم كان يمر بظروف شويه، قاعد مع مجلس الاداره ووافقوا له طبعا لعارته موسمين، وإن شاء الله يكون رأي يرجع لنا إن شاء الله والموسم الجاي اللي بعده إن شاء الله. نعم. هل القادسية حسم تأهلها دكتور؟ إيه تأهلنا الحمد لله، الحين إحنا وكابنا مباراتنا الجاية قبل النهائي إن شاء الله راح نكون. التأهل جاء بصعوبة؟ والله الحمد لله على الظروف اللي مرينا فيها الحمد لله، يعني آخر 3 مباريات كانت جدا صعبة، لكن الحمد لله الشباب ما قصروا وصعدنا تقريبا من قبل المباراة الأخيرة اليوم لعبناها مع كاظمة، كنا احنا صاعدين الحمد لله. دكتور إذا سمحت لي بس عندنا بس الأخ ماجد المهندي رئيس الإعلام الإلكتروني الخليجي بس عنده سؤال، تفضل. لا شك أن حسين يعني أحد نجوم المنتخب الوطني ونجم نادي القادسية وشهادتنا في مجروحة، وأعتقد أن كلامك حسين لما تقول عامر السليم عنده ظروف، أعتقد أن الإدارة ما وفرت وما قدرت تلبي احتياجات عامر السليم، هل اللي موجبه انتقل الى نادي الكويت اللي هو خصم مباشر وبطل وينافس القادسيه على البطولات؟ طبعا هي ما كان عنده امكانيه الاداره توفر، كانت حق عامر المبلغ اللي تقدمنا من نادي الكويت لانه كان مبلغ وايد زين حق اللاعب، واحنا طبعا ما نوقف ويه اللاعب، الله يوفقه ان شاء الله وراح يرجع لنا ان شاء الله. عامر سليم ود النادي ولاعبنا ان شاء الله وراح يرجع ان شاء الله. طيب هل هناك مثلا اجراءات معينه، هل بادرتوا في امور معينه دكتور يسمح لي بس هذا اخر سؤال، في المحافظه على كيان وكينونه هذا الفريق؟ يعني نحن نعرف ان القادسيه ما شاء الله عنده يعني نجوم مميزين في كل اللعبات ومنها لعبه الطائره وحتى بالمراحل السنيه، هل هناك اجراءات معينه للمحافظه على كيان هذا الفريق؟ والله الحمد لله احنا محافظين المراحل السنيه، طبعا كل الفرق الحين من الصغار لفريق 18 يعني يلعبون على المركز الاول والثاني والثالث الحين، يعني الحمد لله موقفهم وايد زين. بالنسبه للفريق الاول ان شاء الله يعني خلال يعني الفتره القادمه بعد ان شاء الله يرجعون اللاعبين وينتظمون التمرين، عندنا ناصر عبد الصمد وبدر جوهر وان شاء الله يكون سعد معانا وان شاء الله راح يرجع الفريق ان شاء الله. اتمنى لكم يعني بشرون بالخير ان شاء الله. نعم، اتمنى لكم التوفيق الدكتور حسين القبندي، شاكرين لك الحقيقه هذه المداخله في برنامج ملاعبنا. والقادسيه لا يقف اكيد على لاعب معين، لكن بالنهايه يعني هي قلعه كبيره، نتمنى ايضا يعني ان يكون دوركم اكبر في المحافظه على هذا الكيان وهذه اللعبات المميزه. شكرا جزيلا لك فرحان، استكمل وياك حديثنا حول يعني وندخل في
كرة القدم، رأيك في مستوى المحترفين اللي تجلبهم نادي الغاتسية في الفترة الأخيرة، النوايشة، بلانكو، ديسيلفا وما إلى ذلك؟ محترفين قطيات، هذا محترفين خلينا نكون صريحين، يعني محترفين ما جابوا من نادي، جابهم شركة فوردي نشكرها وشركة تيماس، يعني محترف قادسية أقولك من سخرية القدر، النادي نفس القادسية وكيان نفس القادسية يعيش على تبرعات. لا بس هذا يمكن مستوى يعني فني، لا يعني يمكن امر ثاني قاموا فيه الجمهور أقل وبعض الاخوان المحبين للنادي، لكن انا اقصد المستوى الفني. هل المستوى الفني اعتقد يمكن يسلفه شوي نوعا ما احراز للاهداف، يمكن يبيل مباريات، ولكن قياسا على اللاعبين الماضيين كانوا يجيبونه كمحترفين، ولكن كبلانكو اعتقد انه محترف قادسية اكبر منه ومحترف، يمكن ما اعتقد انه يصلح نادي قادسية او راح يقدم الفائده الفنيه المرجوه لنادي القادسية. على النقيض او على العكس، تجد خامه لاعبين نادي القادسية وتمسكهم بهذا الفريق اكثر لاعبين، نعم هناك لاعبين اسمين او ثلاثه طلعوا وهذا شيء مشروع لهم، لكن بقى يعني اللاعبين محافظين على تماسكهم رغم هذه المشاكل الاداريه. نعم انت عندك نوعيه، عندك مجلس القادسية، عندك مراحل سنيه على مستوى عمل اداري خلال السنوات، قلت لك هذول اللاعبين يمكن من قبل 2012 متواجدين، طلع الحين ثمارهم طلعت على الفريق الاول، فعمل الأمانة اللي ينكر جهود مجلس الإدارة بقيادة الشيخ طلال الفهد فواز الحساوي من 97 إلى 2010، هذا شخص غير واعي وغير مثقف وغير متابع الرياضة الكويتية وغير منصف، حقق إنجاز ذهبي وعصر ماسي الكرة القدساوية، ولكن قلت لك التفرق 2010 انشغال العالم واتجاه من قضايا أخرى دمر النادي، وهذه نتائج العمل، أنك مستحيل الصعود إلى المجد سهل، ولكن المحافظة عليه صعب، القدسية ما قدر يحافظ عليه، بدأ النزول التدريجي على جميع الألعاب. القادسية قلت عنده نوعية قاعد يحافظون على الفريق الأول، خبرة الجهاز الإداري بقيادة محمد البنيان قاعدة نوعا ما تبعد اللاعبين عن مشاكل الإدارة، هل يمسهم الفريق الأول بالمنافسة، ولكن حتى عروض فنية القادسية ما قدم أي مباراة جميلة تستحق أنها تطلق عليها مباراة كرة قدم. راح أستكمل وياك أبو فرحان، لكن نأخذ الأخ خالد الضفيري مدير كرة الصالات في نادي القادسية، حياك الله ويانا. حياك يا هلا فيك مشاهدي الكرام. احنا تابعنا يعني في كرة قدم الصالات ان القادسية اخذ بطولة السوبر، موقع القادسية الان غير مطمئن، من 8 فرق هو في المركز السادس في الدوري. اي والله احنا صراحة كان عندنا يعني مدرب مدة حوالي 5 سنين قاعد مع الفريق. نعم. بنهاية هذا الموسم وكالعادة اساس نجدد له، فاجأنا ان طلب يعني راتب عالي، يعني حتى يمكن مدرب كرة قدم ما يطلبه، لأنه كان هالسنة اختاروا من أحسن عشر مدربين في العالم في كرة الصالات، فطلب راتب شوي هذا، فطبعا قلنا لا ما نقدر يعني على الراتب، فبدأنا يعني تمارين وهذا، إحنا ما كان عندنا مدرب، فأخذنا مدرب الناشئين عندنا ولاعبين شباب كابتن عيسى فلاح، فقعد معنا يمكن ثلاث السوبر وبعدها 3 مباريات هذه اللي خسرنا فيها. نعم. فبعدين تكلمنا ويا الكابتن قال لا انا ما يعني ما اقدر اكمل، ف طبعا اتجهنا ان نجيب مدرب، وشفنا مدرب اسباني اللي هو الحين موجود فيليكس فرنانديز، بس يعني تاخر علينا 2 شهر تقريبا يلا وصل. طيب كابتن خالد، وين تجد حظوظ الفريق في المنافسة على الغاب؟ يعني نحن نعرف أن القادسية يجب أن يكون أو من الطبيعي أن يكون ضمن يعني المنافسين على لقب الصالات. نعم إحنا بعد في شغلة، إحنا يعني حارسنا الأول هم كان غاب هالسنة عن السيد الموسوي معروف يعني لاعب منتخب كابتن قولت المنتخب سابقا، وهم غيابه هذا أثر علينا كثير. احنا طبعا الحين باقي قسم واكثر من نص، ان شاء الله احنا اليوم فزنا على الجهرة، عندنا ان شاء الله يعني اذا لعبتين ان شاء الله الجايين اذا فزنا احنا نكون في المركز الرابع. نعم. يعني وفي بعد في يعني مجال، والشباب الحين يعني قدها باذن الله. اتمنى لكم التوفيق خالد الضفيري كابتن غدير، اتمنى لكم التوفيق. نقطة بقول لك اياها، تفضل. عندنا فريق الناشئين اللي هو 17 سنة قولوا له ناشئين في الاتحاد. نعم. متصدر الدوري و 90% 95% حاسم الدوري باذن الله. اتمنى لكم التوفيق ومبارك لهم ان شاء الله هذا التفوق، وهذا يعني ليس بالشيء الغريب على القادسية. شكرا جزيلا لك ابو فرحان، ارجع لك حول رايك الفني في مستوى نادي القادسية هذا الموسم، خسر سوبر،
خسر كأس ولي العهد، هل ينتظر مزيدا من الخسائر في بقية الموسم، خاصة أن احنا انتصفنا تقريبا هذا الموسم؟ لا شوف، أنت تتكلم عن دوري ويكون وصولك النهائي مجموعات توصل، حتى احتمال مرجح أنه يوصل قبل نهائي كأس الأمير مباريات معينة، لكن الدوري نفس طويل، موسم طويل، الأسابيع القادمة قد يمكن مقبل على إصابات، مقبل على عدم توفر البديل، يمكن وجود مساعد ورضا هاني وبدر مطوع، النجوم هذه قادر على ثبات المستوى الفريق للفترة الحالية، لكن مستقبلا أعداد كرة القدم تحتاج نفس طويل، تحتاج احتياط على بقدر المستوى الفريق الأول. تأثير الغيابات قادسية سلطان فهد هذه طبيعي من أول موسم، عدم وفرة البديل، يعني يمكن رضا هاني اكتشفنا هالموسم بانتقال الحسن الوحيد، يمكن اللي شفنا رضا هاني بانتقال فهد وسلطان، ولكن غياب أحمد الضفيري تحمل مجلس إدارة بعدم التعامل الجدي مع الملف، ولكن قلت لك القادسية راح يتأثر فنيا مع الأسابيع القادمة إجباري، لو أي مدرب ما راح يقدر يعالج الخلل، لأن ما عندك لاعبين، حتى الناشئين بتطلعهم الجمهور ما راح يتحمل صدمات، وكببني فريق القادسية ما قدرت تبني فيه فريق، القادسية فريق بطولات، ليش وصلت للمرحلة هذه؟ إلا تكون مصالحة مجلس إدارة، إن مرينا بظروف، مجلس إدارة جديد يبني لخطة مرسومة واضحة خلال خمس سنوات، استغالاتهم البعض يعني من مجلس الإدارة، اعتصام سمعنا عنه لم يكن يعني ذاك الاعتصام الكبير، لكن بالنهاية في شغلة مميزة بالقادسية، إن في وقت الضيق أيضا في تكاتف كبير خاصة من الجماهير الرياضية. لا التكاتف إذا ما كان وفق رؤية ووفق نتائج، لا أقصد الجماهير، حتى الجماهير بلا حول ولا قوة، يعني الجماهير توقف مع النادي، تعشق هذا الكيان، تعشق هذا الكيان، يقولك تألم معاه بأسوأ ظروفه، ولكن مطلوب منك خطوة لتعديل وإنقاذ هذا النادي الكيان، إنقاذ الكيان من الانحدار. فأعتقد الكرة ملعب إن شاء الله، أعضاء جمعية العمومية باجتماع، الطلب إلى اجتماع لمناقشة هذه الأمور وطرح الثقة في مجلس، أو طلب منهم استقالة، مغادرة النادي، أو تقديم حلول، وتقديم الحلول. ما أعتقد يعني حتى الثلاثة اللي مداومين، وحتى الثلاثة مداومين، رضا الحالة ورفاعي وحسن، ما في أحزاب داخل الثلاثة، يعني في أمور معينة ما حد يعلم بها، مو سهلة، حلو مو سهلة الوقت. ماجد المهندي نورتنا حبيبي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نشوفك برامج لاعب حبيبي، شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، نتحول إلى يعني تقرير آخر وهو أيضا دوري الصالات، نشوف هذا التقرير ومن ثم لنعود. ضمن مواجهات الجولة 11 من منافسات دوري الصالات الكويتي لكرة القدم، استضاف نادي القادسية نادي الجهرة في مباراة كانت من طرف واحد، إذ أمطر القادسية شباك نادي الجهرة بالشوط الأول بخماسية، حمل التوقيع كل من يوسف الخليفة ويوسف السلمان ومحمد رمضان ومشاري النكاس. وفي الحصة الثانية أضاف القادسية خماسية أخرى في شباك الجهراء، سجل للقادسية يوسف الخليفة ويوسف السلمان وعثمان العنجري وعبد الله شيخان ومشاري النكاس، وسجل للجهراء اللاعب عبد الله الدرويش الهدف الوحيد لتنتهي المباراة بنتيجة 10 أهداف مقابل هدف، ويضيف الأصفر 3 نقاط جديدة في رصيده. وفي المواجهة الثانية استضاف نادي العربي نادي اليرموك في مباراة مثيرة، حيث افتتح اليرموك التسجيل منذ الدقائق الأولى عن طريق المحترف البرازيلي دوغلاس، ليرد العربي بسيل من الهجمات محاولا العودة بالمباراة، ولكن اليرموك يحافظ على التقدم وينهي الشوط الأول بالتقدم. ومع انطلاقة الشوط الثاني الذي ابتسم للعربي، حيث سجل هدف التعديل اللاعب عبد الرحمن المسبحي، ولم يمض الكثير حتى عاد المحترف الكندي ريوس ليضيف الهدف الثاني ليمنح العربي الأفضلية في المباراة، ولكن قبل أن تنتهي المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نادي اليرموك، نفذها بنجاح اللاعب علي السيف لتنتهي المباراة بالتعادل، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة. يمكن في الأسبوع الماضي تحدثنا يعني قد يكون عن نادي الساحل في جزئية، اليوم نتحدث عن القادسية، حبا والله لجميع أنديتنا، وبالنهاية نريد أن نرتقي في رياضتنا. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج ملاعبنا، لكم تحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.